والكلام هذا يوجه لابو سلطان، اتمنى من ابو سلطان انه في ظل التقصير الواضح من الشباب في الصلاح ممتاز، الشباب لازم يعرفون ترى انتم متوا في بيوتكم، انتم امام شاشه تتعامل امام شاشه، يعني انت تصلي، انت لو في بيتك ما راح نجيك بينك وبين الله، لكن انت قدام شاشه يتابعك الصغير ويتعلم منك، يتابعك الكبير، فضروري جدا الحرص، اذا صار التسيب هذا مستمر المفروض انهم يرفعون الخصم الصلاه. ابو لو اني مشرف في برنامج واقع الصلاه ما عليها خصم، وش عليها؟ عليها عقاب والله سبحانه عليك، هذا يكفي. الرجال اللي مو مصلي الا عشان 500 ولا 400 لا تصلي. فانا اشوف ان الصلاه اصلا ما عليها خصم، المفروض ان صلى النفس ما صلى بعد النفس، البرنامج ما له دخل بعيد عن هذا كله. يعني انا اشوف ان الصلاه ما عليها لا خصم، لا بالعكس ولا لا لا لا، اذا يعني اذا حافظ على ثلاث شهور، اذا حافظ ثلاث شهور صلاته في تكبيره الاحرام اتوقع انه يدري جماعه اتوقع انه ما يدري. وكان الاداره والعقاب هذا احد الاسباب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموهم لسبع واضربوهم لعشر، هذا الدين. يعني هم الان ببرنامج وتحت اداره، فلازم الاداره تاخذ اجراء للي ما يصلي، وهو لو حافظ ثلاث شهور راح تتغير حياته. وسلم جرب يكفي عقاب الله سبحانه. انا اشوف والله انه احراج صراحه، حتى لنا احنا كنقاد احنا نتكلم فيها في في بالضبط في شيء يعني عمود الدين يعني عشان كذا نتجاوز. لا نذكر يعني معليش والله ما حد ناسي.